وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد أحمد الجامع القائم بأعمال مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء أن افتتاح مركز خدمات المشتركين اعتبارا من يوم غد يضاف إلى سلسلة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشتركين، وذلك لرفع جودة الخدمات المقدمة للجميع. هذه الخدمة أو هذه القناة تكون إضافة إلى القنوات الحالية اللي هي خيار الحضور الشخصي، وهذه بيكون إن شاء الله من بكرة، وبيكون الخيار موجود لمن حاب إنه هو يحضر شخصيا بعد ما ياخذ موعد عن طريق برنامج أو تطبيق سكيب لاينر، على أساس إنه نقدم أفضل مستويات الجودة من ناحية الخدمات. وفي طبعا القناة الثانية بنفس التطبيق اللي هو عن طريق المركز الافتراضي، خدمة الافتراضي بيكون في اتصال مرئي واتصال عادي أيضاً.